النهارده عندنا ميعاد مع السي إليزيه. ستين في المية من اللي بيتفرجوا على القناة عندي مش مشتركين فيها اصلا. دوس لايك وسبسكرايب يا عم، لو ما عجبكش الكلام تبقى تلغي الاشتراك بعدين. بطاقة تعرف العربية، العربية دي سيدان مدمجة، تمام؟ تمنها 264,000، دي الفئة الهاي لاين، وفي الفئة اللي قبلها هما فئتين بس تمنها 235,000. موتورها 1600 سي سي بيطلع 115 حصان و150 نيوتن متر من العزم، واصلين على نقل الحركة الست نقلات العادي الاعتمادي. الموتور برضو كمان تنفس طبيعي، فبرضو اعتمادي، مفيش اي تيربو، مفيش اي مشاكل، هتدور وهتمشي. من قدام العربية ما تقدرش يعني ما تاخدش بالك انها هي وال 301 البيجو 301 يشبهوا بعض قوي، ولكن هنا برضو حاطين فيها اللمسات بتاعت سترواه، اللي هو لما تبصوا على الحتة الكروم بتاعت العلامة مع الجريل الأمامية مميزة انها سترواه، ولكن يعني لو انت ما خدتش بالك من الحتة دي من الجنب شبيهة قوي بال 301. من تحت عندي الأنوار الديلايت رانينج لايتس LED، وتحتها الفوج لايتس، والانوار الرئيسيه هنا في العربيه هالوجين، وانوار الاشاره عاديه، ولكن في كروم حلو معمول بشياكه حوالين الفوج لايتس والانوار النهاريه، مخلي شكل العربيه برضو ايه في الطابع الاوروبي بوضوح، زائد برضو الخطوط اللي في الكبوت كلها مساعده المنظر العام بتاع العربيه. موتور العربية 1600 سي سي اللي واصل عناء الحركة 6 سرعات اللي في كل عربيات المجموعة. طبعا انتوا عارفين المجموعة زي ما قلنا قبل كده PSA دلوقتي اندمجت مع المجموعة بتاعت FCA اللي هي فيات كرايسلر، بقى تحت اسم جديد اسمه ستيلانتس، رابع اكبر مصنع عربيات في العالم. ولكن الموتور اللي قدامنا خلينا فيه 1600 سي سي بيطلع 115 حصان تنفس طبيعي و150 نيوتن متر من العزم، واصل عناء الحركة 6 سرعات العادي اللي هو ايسن، هتلاقيه في كل عربيات المجموعه تقريبا بدون استثناء. نقل الحركه ده اعتمادي والناس عارفه عنه الكلام ده كله. تسارع العربيه من 0 ل 100 في 11.8، السرعه قصوى في حدود 180-190، ولكن مفيش كلام رسمي ليها. من الجنب العربيه شكلها تقليدي لحد كبير، ولكن فيها خط كتف حد من اخر العربيه وبيخلص في الرفرف الامامي. الجنط هنا 16.195/55، الجنط نفسه شكله حلو قوي ورياضي مفيش شك فيه، وفي نور الاشاره في الرفرف. ارتفاع العربيه من الشارع تقريبا 15 سم، واضح ان ارتفاعها كافي. قاعدة العجلات في العربية 2 متر 652 بالظبط، عشان ابقى دقيق معاكم يعني. فالعربية ما هياش صغيرة من جوه خالص، بالعكس المساحة بتاعت الرجلين، الكرسي ده في وضع جلوسي انا لقدامي، وده في وضع قيادتي على فكرة انا لسه قايسه. عربية كبيرة، عربية تخض منها كبيرة، يعني الويل بيس او قاعدة العجلات مبيناني ان العربية مش صغيرة، والكرسي اللي قدامي برضو نفسه عالي، فممكن احط رجليا اكتر لجوه. هي تنفع لعيلة أربع أفراد مستريحة قوي، لأنه هنا اللي في النص ممكن يتضايق شوية، لكن الجنبين حلوين، والكراسي كمان هنا جلد وفيها قماش في النص لأن دي الهاي لاين، والكراسي يعني فيها برضو الإفكت بتاع الـ 3D فواخدة شوية من الجسم. الانتقادين الغراب أو الثلاثة بقى، واحدة مكان الإزاز، كل عربيات الفرنساوي أو المجموعة دي بتحب تحطه هنا، ودي حاجة دايما الناس بتستغربها، دايما بتدور في الجنب جنبها ما بتلاقيهوش، وكمان ما فيش اي مساحة تخزين في الباب خالص، وبرضو ما فيش نور في الكونسول الوسطاني. ولكن غير كده العربية واسعة والنفق فيها صغير ما يذكرش، فلو في حد قاعد هنا مش هيتضايق قوي من النفق، بالعكس غير كده واسعة من ورا ما فيش شك. ده منظر العربية من ورا، الفوانيس هنا مش LED ولكن معمولة برضو بستايل اوروبي فرنساوي ما فيش شك فيه، وعلامة سترواه بارزة قوي. العربية فيها حساسات ركن خلفية وكاميرا رجوع برضو زي ما انتم شايفين بالظبط فوق مكان اللوحة. واحدة من اكبر الشنط في فئتها 506 لتر، غير ان انت ممكن تنزل الكراسي 40-60، يعني لو حبيت تنزلهم كبيرة جدا وغويطة جدا وعميقة جدا، شنطة كبيرة يعني تكفي ايه.
فعلا واحده من اكبر الشنط اللي في فئتها. تعال نبص على العربيه من جوه، في كل حته البلاستيك موجود بغزاره، ولكن المقبض شكله حلو هنا، وهنا في قماش، الحته اللي بتسند عليها قماش، فدي حاجه كويسه. ومساحه التخزين هنا قدام بتعوض المساحه الخلفيه اللي مش موجوده هنا، مساحه التخزين كبيره قوي في العربيه، ممكن تحط ازازه كبيره هنا. برضو عندي نفس الحليه اللي معموله حلو حوالين التكييف، وعندي شاشه صغيره هنا، زائد برضو هنا عندي نفس الحليه مكمله بعرض العربيه كلها في الجزء ده. الشاشة السبعة بوصة، التكييف البكر العادي، برضو فتح وقفل الإزاز بالطريقة الغريبة اللي مش في البيبان، اللي هي مش سهلة الوصول، ناقل الحركة كبير قوي واخد حقه بزيادة في العربية. مخرج أوكزيلري ومخرج وولاعة كمان. هنا عندي المسند، ممكن تفتحه يكشف لك مساحة صغيرة وفيها رابر من هنا. درج التابلو مش صغير، بس داخل لجوه قوي، غريب قوي، بس برضو مش صغير. برضو هنا عندي الكروز كنترول، والناحية التانية من عجلة القيادة عندي الجزء بتاع نظام الترفيه والرد على التليفون. ولكن عجلة القيادة مبططة من تحت، ولكن جلد ما فيهاش اي زراير، الزراير كلها وراها. ده منظر العدادات، عدادات تقليدية ولكن معمولة برضو بشاكة، يعني في حلية حواليهم مكملة بنفس اللون، زائد شاشة البيانات بدائية جدا. طيب الشاشة هنا السبع بوصة دي يمكن أقوى حاجة فيها، العربية عليها حتة الستيكر فمش هقدر أشيلها لكم، فيها أندرويد أوتو وأبل كار بلاي وكمان ميرور لينك، فدي ميزة ممتازة فيها، أوكي؟ دي حاجة كويسة بتغني عن كل حاجة تقريبا في الشاشة، وأنتوا عارفين غالب الملاك النهاردة بيستخدموا واحد من النظامين دول، عمرهم ما بيستغنوا عنها. غير كده النظام بدائي، محتاج لو عايز توصله بتليفون يديلك برضه النافيجيشن. غير كده المانيو تقليدي واضح وسهل جدا، كل الايقونات كبيرة قوي وبدائي، ولكن كويس ان هم حاطينه شبيه من نفس بتوع المجموعة كلها. ده منظر كاميرا رجوع، فيها الجايد لاينز، ودي حاجة برضو كويسة، هي بتصفر عشان ناقصة بنزين، ولكن واخدة الشاشة كلها، وبرضو حاطط لك العربية من هنا، معمولة كويس الحتة دي. بالنسبة للتكييف، التكييف برضو بكر عادي خالص، وبرضو حتى القفل وفتح ان انت تعيد تدوير الهواء بزرار عادي جدا، تقليدي قوي، بكر بزيادة الحتة دي، دي معيوبة برضو في السعر ده، معيوبة شوية. طيب انا بقالي سايق العربية دي يوم كامل في المطرة، فاقدر اقول لكم الانطباعات. عزل الصوت عامة في العربية دي مش كويس كله، ولا موتور، صوت الموتور بيعلى قوي وبيخش جوه الكابينه تماما، لو قرصت هتسمعه جامد. عزل الهواء مش كويس حتى بالنسبه للعربيات اللي في فئتها، طبعا الكلام ده كله مقارنه بالعربيات اللي في نفس الفئه السعريه دي. وعزل الشارع عامه من الكاوتش برضو واصل لي صوت عالي، فالعزل عامه كله في العربيه دي ضعيف. طبعا انتوا شايفين الجو ممطر والمساحات كمان بتطلع صوت، بس قولوا العربيه دي 19 اللي احنا بنعمل لها تيست درايف، مش 21، مفيش اي فرق فيهم خالص، هي دي العربيه المتاحه للتيست درايف. ثبات العربيه جيد جدا على السرعات لغايه 140، بعد كده يعني لا بيتدهور شويه. الفرامل كويسه جدا جدا، رغم ان الفرامل الخلفيه درام، الا ان بتفرمل بسرعه وبتكلبش بسرعه. دقة التوجيه فيها نقط ميتة مش قليلة في دقة التوجيه، فما تشجعش على المناورة قوي، بس ما هياش معيوبة، انت ممكن تتعامل معاها كويس، مش يعني مش مفيش حاجة غلط يعني، فاهم؟ فاهمين قصدي ايه؟ هي دقة عجلة القيادة مش كويسة وبطيئة في التوجيه، وفيها برضو كام نقطة عامية، ولكن تقدر تتعامل معاها. بالنسبة للوضع والرؤية، الكرسي مريح مش وحش ابدا، 3D يعني وجلد فمريح، الرؤية الامامية كويسة والخلفية كويسة، ومن المراية كويسة قوي، مفيش مشاكل خالص في الرؤية. واحدة من الحاجات الغريبة في العربية دي ان هما بداية من الموديلات الجديدة 21 استغنوا عن التكييفات اللي هي الزراير بتاعتها المدورة والشاشة، وبقت بكر
عملوا داون جريد، حاجه غريبه جدا دي، غريبه يعني. بالنسبه للفرامل، الفرامل العربيه ممتازه، رغم ان الفرامل الخلفيه فيها درام طبلة، الا ان فراملها هايله جدا وبتفرمل كويس قوي. نيجي على نقطه ضعف برضو كبيره في العربيه، الامان. مع انها عربيه اوروبيه الا انه فيها 2 اير باجز واي بي اس واي بي دي توزيع الفرامل الكترونيا، واي بي اي اللي هو مساعده الكبح في الطوارئ، ما فيهاش اي اس بي. النهارده الجو ممطر وكنت احب عربيه زي دي يبقى فيها اي اس بي، فدي نقطه ضعف كبيره. العربيه بتاخد في التصنيف الاوروبي 3 نجوم يورو ان كاب، ولكن مش دي اللي بتاخد 3 نجوم، هي اللي فيها اي اس بي وبرده فيها 2 اير باجز بس. فالامان في العربيه دي مش كويس يعني، اوروبي بالنسبه للمعايير الاوروبيه حتى للعربيات الاقتصاديه، فالامان فيها مش كويس. بالنسبه للمطبات ونظام التعليق ككل كويس، زي برضو العربيات الفرنساوي كلها، مريحه في المطبات، مريحه في المطبات اكيد، وحتى على السرعات العاليه، بس برضو داخل لك عزل صوت العفشه واصل لك، فانت بتسمع المطب يعني، لكن هو نفسه مش بيخبط فيك جامد. خدوا بالكم اللي بيلعب دور برضو كبير هو ان الكاوتش 16، فايه حنين، فالتعليق كله مريح، فمش هتتعبك في المسافات الطويله. نقاط القوة في العربية هي المساحات بتاعتها كبيرة، الشنطة والكنبة الخلفية برضو محترمة مش بطالة أبدا، والفرامل جيدة، والثبات لغاية 140 جيد جدا، وبرضو راحة الركوب عامة كويس. فيها أندرستير؟ آه طبعا فيها أندرستير، وبالذات إن عجلة القيادة مش سريعة فما بتساعدش قوي، وفي احسن منها في هذه الفئه. طبعا انا كل كلامي برضو يا جماعه عشان نعيد ونزيد، هو مقارنه بالعربيات اللي فئاتها السعريه، عشان الامور دايما نسبيه، لكن يمكن احسن حاجه فيها تانية تكاد تكون الاعتماديه وانتشار قطع الغيار، وقطع غيار العربيه دي مش غاليه، والعربيه دي منتشره، ويعني برضو اللي بيتكلم في عربيه الشغل، فانا كنت من كام يوم كنت راكب مع اوبر وقعدت ادردش معاه عربيه بالظبط زي دي، قلت له عامله معاك ايه العربيه، قال لي العربيه ممتازه، قطع غيارها مش غاليه، ولما بجيبها من بره التوكيل بتبقى سعرها متوفره ويعني مهاوده جدا في اسعار قطع الغيار. ده اللي قاله لي الراجل، وانا كنت راكب معاه ورا عشان كورونا، انتوا عارفين الايام دي. بالنسبه لي برضو الركوبه كانت مريحه جدا، ده كان انطباع عنها، ولكن العزل كله مش كويس. استهلاك العربيه للبنزين من 8 ل 9 لتر لكل 100 كيلو او اكتر حسب اسلوب قيادتك، لكن يعني انا طلع لي متوسط 9، من 8 ل 9 لتر لل 100 كيلو. الناس اللي بتبقى عايزه تسمع صوت الزماره يا جماعه اهو، صوت مخنفش شويه على الاوروبي، ولكن في نهايه الامر بتدي العربية دي بتدي الطعم الأوروبي العام في التصميم، وإن كان من جوه بلاستيك رهيب جدا، ولكن نظام الترفيه فيها معلم على النقط المهمة اللي هو فيها أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، فدي حاجة كويسة، وفراملها وثباتها، فراملها كويسة قوي وثباتها محترم لغاية السرعات اللي مطلوبة منها. التوجيه يعني قلت لكم رأيي، في نقط عامية مش قليلة، ولكن عامة للي عايز أوروبي ومش عايز صيني أو عنده أرتكاريا من الصيني، دي بتقدم برضو أوبشن مش بطال. بس لو الكلام ده عجبكم خشوا على الإنستجرام الأول وتابعوا الصفحة وعملوا لايك وسبسكرايب لليوتيوب شانل. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لآخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.